أنا الملازم علاء أحمد الحسين من مرتبات دورة 64 أعلن انشقاقي عن الجيش الأسدي وانضمامي إلى الجيش السوري الحر. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الرقيب أول غسان حامي جزار من مرتبات وحدة 411 إدارة المخابرات العامة 295 متهمي، أعلن انشقاقي عن الجيش السوري الأسدي أجل الشبيحة وانضم إلى الجيش السوري الحر وهذه هويتي. أنا الرقيب محمد نايف جزار من إدارة المخابرات العامة أعلن انشقاقي وانضمامي إلى الجيش السوري الحر وهذه هويتي. أنا الرقيب عبد محمد جزار أعلن انشقاقي عن إدارة أمن الدولي وانضمامي إلى الجيش السوري الحر وهذه هويتي. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الرقيب أول أحمد نوري يوسف أعلن انشقاقي عن إدارة المخابرات العامة وانضمامي إلى الجيش السوري الحر. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الرقيب أحمد بسام حوري أعلن انشقاقي عن إدارة المخابرات العامة وانضمامي إلى الجيش السوري الحر وهذه هويتي. أنا العسكري مجرد محمد أحمد جزار أعلن انشقاقي عن الجيش العربي السوري وانضم للجيش السوري الحر وهذه هويتي. وأنني أعاهد الله والوطن أنا ورفاقي على حماية المتظاهرين السلميين من عصابات بشار الأسد، وعاهد الوطن أن نكون صادقا ووفيا لهذا الوطن. وعاشت سوريا حرة أبية. عاشت سوريا حرة أبية.